احتشدوا في جميع ساحات محافظة حضرموت، ليس لهم سوى هدف واحد، إسقاط النظام. كان هذا في فبراير من العام 2011. أما اليوم تجمعوا هنا في مدينة سيئون في هذا المكان احتفالا بالذكرى السابعة لانطلاق الثورة ذاتها، مؤكدين أن ثورة فبراير انتصرت لإرادة الشعب ضد النظام السابق، وأسقطت مشروع التوريث كما ساهمت في بناء ملامح اليمن الجديد. من أكبر المنجزات التي قدمتها ثورة 11 فبراير هي مؤتمر الحوار الوطني الذي تقارب فيه الفرق السياسيين وتوحدت فيها الأهداف نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد. شباب الثورة في حضرموت اعتبروا الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن نتائج تراكمات الحقبة المنصرمة التي سكب رفاقهم من أجلها دماءهم، بينما انقلبت ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية. طلقت الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى، واليوم الشرعية نطالب منها استكمال أهداف ثورة فبراير. شعارات وهتافات رددها ثوار حضرموت مطالبين الرئيس هادي بتدشير وإعلان إقليم المحافظة تأسيسا لليمن الاتحادي الجديد باعتباره أول إقليم كامل خارج سلطة الإنقلاب، كما حذر الثوار من خطورة حرف مسار استعادة الشرعية وإسقاط الإنقلاب. استمرار الثورة وبناء اليمن الجديد وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هكذا عبر أبناء حضرموت في الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة فبراير الشبابية. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.